قابلت فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 ل 6. انا اتفقت مع احمد ونانسي خلاص. طيب انا خلاص محاضره واجيلك. ماشي، باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عماد حسن العطار؟ ايوه. ابن الشيخ حسن العطار. ايوه. ده واختنا وراك يا شيخ. ايوه. انا عبد النبي طه، مقرر اسره شباب الاسلام. ايوه. انت عارف يا اخ عماد ان انتخابات اتحاد الطلبه الاسبوع اللي جاي. ايوه. واحنا بنكون الكوادر المهمه اللي هتكمل المسيره بتاعتنا بعدنا ان شاء الله. ايوه. احنا عاوزينك معانا. ايوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في اسره شباب الاسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غلق وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. يا باشا أنا المدير. أنا اللي مسؤول هنا. يا أخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده. دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. لا والله. اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا. كلنا اتفضلوا مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن، حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه. كله شغل شغل شغل، يا اما في ماموريه يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك. مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بورس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بورس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بورس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص مرقص عبد الشهيد، هو عارفني. يا امينه اسمعيني، اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المرة دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينة امينة استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد الاثنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخوات اهو قدامي على الحجز. ما يلا يا حبيبي انت اهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن. ايه ده ايه ده، انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟
صحية بس الموضوع هنا يا احمد يعني مختلف. انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم. كفايه بقى يا اخي انت وهو، ايه فرقة مزيكا؟ فرقتوا دماغنا، مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المراية لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب همولوس، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومولوس، حضرة الضابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيك عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القران الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا بص. ايوه يا فندم، امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم. فمن لا حسن ومرقص افراج. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. كنت فين وانا فين، جيت لي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين. نظرة عين فايت القلب وفي جرحين، من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حتة بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا، قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن، ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامة، قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل، عامل انت؟ وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده. ده مين؟ ده جرجس. مين حضرتك؟ ايه يا جرجس، انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية. جرجس مين ده؟ مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ اما هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه؟ اما هي دي الاخرى فيها فصال؟ اتفضل مع السلامه. هو جرجس؟ يلا بقى امشي. اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه، يروح رايح جري عليه بالحضن والبوس، وازاي شوقي، وازاي خليل، وازاي ابراهيم، وازاي شوقي السكري، وازاي ابراهيم الفجاري، وازاي بدا طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره، كنت ماشي بامان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن، عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري، ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده، وازاي مش عارف مين وازاي مين، وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا، مش هو اللي انت عايزه. بولس 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 حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس، انا مش اهو كنت لسه بقول له.
ازيك اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرت. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخصم. مخصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس، هو بولس وبين التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، أنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعال لنا يا شيخ بلال. حبيبي تعال في حضن يا شيخ بلال. حبيبي حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بلاش من كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن، من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ أيوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.